صباح الخير. في زمن الأفق المسدود والحوار المعدوم، خرج الرئيس الحريري عن صمته ليوضع النقاط على حروف الوطن المبعثرة. رسم الرئيس الحريري خارطة الطريق للخروج من المأزق، تمسك بالحوار على قاعدة إنقاذ البلد بعيدا عن المناورات السياسية الضيقة، ولكن حوار بعيد عن العبثية يقوم على قاعدة بناء دولة ومشروع يبدأ بانتخاب رئيس يصل إلى قانون الانتخاب وبيرفض لغة الهيمنة. قد يكون الرئيس الحريري قطع نصف الطريق، فما على الفريق الآخر إلا ملاءاته وإثبات حسن النية بعيدا عن ازدواجية الكلام والارتهان لقوى المحاور وسياسة ما يقال في الليل يمحى في ضوء النهار. التسعيرة الرسمية لمواقف السيارات ببيروت مثل ربطة الخبز 2500 ليرة، ولكن إذا حبيت تركن سيارتك بالحمرة أو الجميزة ومار مخايل فالتسعيرة بترتفع بين 6 و10 آلاف ليرة لبنانية. يعني بعملية حسابية بسيطة الكلفة بالشهر حوالي نصف الحد الأدنى للأجور، وإذا تجرأت وناقشت موظف الموقف فبيتحول لوحش كاسر قليل التهذيب. ومش عاجبك راجع المحافظ، وبيبقى الحل انك تلف وتدور من شارع لشارع، برك النعمه بتنزل وبتلاقي موقف مجاني. تقرير لزميلنا خالد ابو شقره منتابعه سوا. نيال كل مين عنده موقف سيارات ببيروت، فصاحب موقف مخفي سلطان مكفي بيتحكم بالأسعار وبيحددها حسب النقطة اللي بيتواجد فيها الموقف، بيحدد ساعات الوقوف، بيتبرأ من أي مسؤولية، وبكتير من الأحيان بيجري تحقيق مفصل مع الزبون عن وجهته وأي متى رح يعود. أحداث كتيرة بتجري بدقائق معدودة مع زبون يئس من إيجاد مكان لركن سيارته على جنب الطريق، أما النتيجة فهي فلتان وفساد وعملية تشبيح وابتزاز شبه يومية بمارسها بعض أصحاب المواقف بالعاصمة بيروت. بتصدق ما جيت بالسيارة اليوم كرمال هذا الموضوع، لأنه مثلا بهون موقف الأيوبية بعتقد أول ساعة بتدفع 5000 وكل ساعة زيادة 1000 بفتكر. عم بيختلف الأسعار من واحد لواحد، يعني شيء 3 شيء 5 شيء 2005 شيء على الساعة أول ساعتين ب5000 ثاني ساعتين هيك. مثلا بيحطوا السيارة مدة معينة بعدين بتتراكم عليهم مع الساعات كل ما زيادة على الساعة. عملوا شيء مثل ما عملوا بالمطار، صاروا كلهم عم ياخذوا على الساعة. يعني بيحسب لك أول ساعة 2500 بعدين بصير يزيد لك كل ساعة 1000. بيسألوك كم ساعة قاعد؟ إيه لا مش هيك عزوقنا لا ابدا. هلا صارت 3000 اذا الباركينج بسيط، والباقيين بياخذوا 5 في منهم. يعني اذا بتطول بالموقف طبعا بياخذوا منك اكثر، خاصه تبع الجامعه الامريكيه تبع المستشفى. الموقف العاديه هاني بالنادي اللي نصف فيها يعني بيطلب 5 بنعطيه 5. بالحمرة بياخذوا على الساعه 3000، بعد الساعه 2 كمان بتزيد، يعني ممكن توصل معك لل 10 او 12000 بالنهار. بس مثل في عنا موقف بيقول لك ما كاتب التعريفي، بتصف بتطلع بيقول لك 5000، عجبك ما عجبك ضرب راسك بالحيط. لانه ما في قانون، ما في دوله، فساد ضارب من الراس لتحت. ما في شيء اسمه تسعيره المحافظ ماشيه او تسعيره الدوله ماشيه. عدم التقيد بالتسعيرة الرسمية الصادرة من محافظ بيروت واللي بتبلغ 2500 ليرة للمواقف المكشوفة منا المشكلة الوحيدة اللي بتواجه الزبون الفريسي، بل يمكن هي بتضل أهون من تبرؤ الموقف من أي مسؤولية تجاه السيارات بالرغم من اشتراطهم بقاء مفتاح السيارة معهم. هذه بس مشكلة مش مسؤولية من الوقت. مين ضربها ابن الجيران؟ يعني أسوأ شغلة بيعملوها بالعالم هاي القصة، وأنه هني بتوصوا بالسيارة، هن يلي بيقرفوا فيها. مش مسؤولين عن الاغراض، نحن مين المسؤول؟ على شو عم تقبض خوه؟ بيقولوا لك نحن غير مسؤولين عن السرقه وكذا، انا لو بدي اصف سيارتي وادفع عليها
بده يكون مسؤولين عن الضربات وعن ال اكيد بيقول لك خلي مفتاح واي شيء بيقول لك مش مسؤول. لأصحاب المواقف تبرير الخاص، فالتسعيرة المحددة غير منصفة، وإذا التزموا فيها ما بتكفي لتأمين أجار العاملين. يعني إذا الاستثمار بالحمرة عم تحكي أنت عن الحمرة، استثمار غالي. يعني إذا بده يجوا مثلا بيساعد الموقف 50 سيارة، إذا بده يجي 50 موظف ما بيطلعوا ربع الاستثمار أو ما بيطلعوا الشغيلة. عرفت كيف؟ فبيضطر الواحد إنه يعني قدر المستطاع انه يقدر ياخذ وقت اقل ليقدر يستوعب يطلع مصاريفه اقل شيء. ما فيناش ونحن ب 2500 بنحط مسؤولي السياره. ما فيكش بتحط مسؤولي السياره على حالك باخذ 2500، ما في. بعدين بيجيك الزبون بلكي مضيع غرضه بشيء بحله وبرجع بيقول لك اخذتوه انتو. صحيح. يعني في مسؤوليه السياره. بجميع الأحوال ما فينا نقول غير أنه تصرف مواقف السيارات غير قانوني، وهو بحسب الموضة الرائجة غير مطابق لمواصفات المحافظ، فأما يطبق القانون أو يعدل. ومن هلأ لوقتها هالتقرير هو بمثابة إخبار لمن يعنيه الأمر لحماية المواطنين من مواقف الأمر الواقع. احتفالات بمناسبة عيد الاستقلال ما زالت مستمرة، وبتنظيم من مدرسة جرين فالي بالبقاع كانت حفلة تخللها عرض عسكري من الجيش اللبناني، بالإضافة إلى وضع أكبر علم لبناني بالبقاع على مبنى المدرسة. تفاصيل أكثر عن هالحفل يلي جمع وجوه رسمية سياسية وأمنية منتابع بهالتقرير. غاب عرض الاستقلال عن العاصمة ولكن كان حاضر بمدرسة جرين فالي بالبقاع، والطلاب احتفلوا بذكرى الاستقلال بتعليق أكبر علم لبناني على مبنى المدرسة برمزية لأهمية تنشئة الجيل الجديد على قاعدة المواطنية والدولة. تخلل الاحتفال عرض عسكري من قوى الأمن الداخلي ومناورة حية عن كيفية التصدي لمسلحين، ومحاضرة عن دور قوى الأمن الداخلي لآمر فصيلة شتورة النقيب خالد عبد الباقي، بحضور شخصيات سياسية وأمنية ودينية وفعاليات اقتصادية بقاعية. ومننتقل هلأ لمؤتمر شهدوا السراي الحكومي بحضور عدد من الوزراء بهدف إلقاء الضوء على أزمة النزوح وأعداد النازحين يلي عم تتزايد بلبنان، الأمر يلي عم بيلقي بيثقلوا على كاهل كل الشعب اللبناني. فكان مؤتمر لإطلاق حملة توعية بكل الدول من أجل مساعدة ودعم المجتمع اللبناني المضيف للاستمرار بهالمسيرة الإنسانية. تفاصيل بهالتقرير. الأعداد الكثيفة اللي عم يشهدها لبنان يوميا للنزوح السوري قد وضعت على أكتاف لبنان عبء لا يمكن لا اقتصاده أن يتحمله، ورغم التعاطي الإنساني من قبل اللبناني إلا أن استمرار الأزمة لسنوات ألزمت الحكومة بإطلاق حملة توعية من خلال شريط فيديو يلقي الضوء على ضعف قدرة لبنان على استيعاب أعداد النزوح الكثيفة دون مساعدة دولية. حالة لبنان المزرية بوجود 1.5 مليون لاجئ سوري، يعني اذا بنضيف عليهم اللاجئين التانيين عندك اليوم تقريبا 2 مليون لاجئ
أجنبي بلبنان. ولبنان البلد الأصغر بالمنطقة كلها وعنده العدد الأكبر، بقى كتير مهم أنه نحن نتساعد كلبنانية تنقدر نكفي نساعد الشعب السوري. نحن مجبورين نعلم كل ولد موجود بلبنان على الأراضي اللبنانية من ناحية إنسانية ومن قناعة، ولكن في تكلفة حدا بده يتحملها. نحن اليوم عم نتحمل إذا بدك اقتصاد واحد لشعبين، وهيدا الشيء ما بيقدر يتحمله لبنان. اللبناني اصلا هو بحاجه من قبل الاحداث اللي صار بسوريا، والحاجه هلا عم تكبر. نحن بلد صغير عم مستوعب اكبر عدد من النازحين بالمنطقه كلها. تم إطلاق الحملة بحضور وزير الاقتصاد، وزير الخارجية، وزير الشؤون الاجتماعية ودولة الرئيس تمام سلام، فاجتمع بالسراي الحكومي سفراء، أعضاء بمنظمات دولية وجمعيات إنسانية، مؤكدين جميعا على ضرورة دعم لبنان ومساعدته لاستمرار رسالته. عندما يكون هناك ملايين من الناس منتشرين بدون تنظيم وبدون إغاثة، فهذه البؤرة الحقيقية للإرهاب، ستجدين هناك من يتقدم لكي يغيثهم ويسلحهم ويدربهم ويجعلهم جيشا ضد الإنسانية. نحن كل يوم عم نتعاطى مع الإخوة السوريين وكل يوم بنشوف حاجاتهم، بس نحن كل يوم كمان عم نشوف قد اللبنانية هني عمال بيتحملوا عبء كبير من هيدي الأزمة. في دعم حكومي لهيدا الموضوع، رح نتابع من خلال السفراء اللبنانية الموجودين برا، من خلال وزارة الخارجية، رح نتابع من خلال السفراء الموجودين بلبنان، أنه نطلب منهم كمان هني يعمموا رسالتنا على المجتمعات، ولعله نقدر نوصل.